لأنه مفتاح الأخلاق والتربية السليمة، تحرص عديد العائلات الجزائرية إلى إدراج أبنائهم خلال العطل بالمدارس القرآنية لحفظ القرآن ونهل علوم الدين. عندي 4 أولاد والحمد لله تبالي أحسن حاجة درتها هي أني دخلت من الجمعية، وهذه ساهمت كثيرا في تحسين النتائج الدراسية تاعهم أولا، ثانيا الأخلاق تاعهم تقمت بزاف، ثالثا ابتعدوا نسبيا على الأجهزة الإلكترونية، وهذه اللي كانت شغلتني بزاف. هو حاجة مهمة، حاجة مليحة للأطفال هذو كاع يتعلموا القرآن وكل شيء، باش يكون عندهم توسيعة في التفكير والآخر. من القرآن مليح. أنا أدرس في السنة الخامسة ابتدائي، أحفظ 21 حزب من القرآن الكريم. خرجت في هذه العطلة وأتيت للقرآن لأنني أفضلها أكثر من كل شيء. العينة من مدرسة التفكير الإيجابي ببئر الجير في وهران، أين يلتقي العديد من التلاميذ مستغلين عطلة الربيع التي تزامنت هذه السنة مع شهر رمضان لترتيل وحفظ أحزاب من كتاب الله، كل حسب أعماره وقدراته. مع هؤلاء الأولاد الذين يدرسون في المدرسة، ولما أخذوا أو خرجوا في الإجازة الربيعية يقضون جزءا من وقتهم في المدرسة القرآنية، يحفظون شيئا من القرآن الكريم حفظا ومراجعة وتثبيتا. أقدم لكم بعض البرنامج التي تقوم عليها جمعية، مثل حفظ القرآن، حفظ حصن المسلم، مراجعة القرآن الكريم والمنظومات. أصغر واحد 12 حزب، طالب بقناد الأنس ما شاء الله. 12 حزب. عندها 6 سنوات ما شاء الله. وأول واحد طالب صماش يونس، 20 حزب، 11 سنة. هي سبيل للأولياء للتنشئة الصحيحة لأبنائهم من خلال التحصيل الديني والتشبث بتعاليمه وأسسه.